السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص سلسلة تصحيح الامتحانات الوطنية والتحضير للامتحان الوطني برسم موسم 2020. إذا دائما مع المسلك العلوم الفيزيائية، واليوم إن شاء الله غادي نخدمو في الحصة تصحيح امتحان الدورة العادية 2018. مزيان، إذا نبداو على بركة الله ككل حصة. نبداو بالمكون الأول مباشرة، استعداد المعارف. إذن في استعداد المعارف كما كتشوفوا أمامكم الشباب، عطاونا في المحور الأول واضح التعريف. إذن عارف ما يلي: التخمر الكحولي والتفسفر المؤكسد. إذن التخمر الكحولي يا شباب كنعرفوه جميع، واضح هو واحد الظاهرة استقلابية بطبيعة الحال، أو مسلك استقلابي حي لا هوائي، ما تيتطلبش بطبيعة الحال ولا أكسجين، وبالتالي من خلاله بطبيعة الحال كيتحول بطبيعة الحال الجليكوز، أو كيتهدم الجليكوز هدم غير تام، أوكي، وكيتحول إلى كحول أي إلى حتالة عضوية، وذلك على مستوى الخليه بالضبط في الجبله الشفافه مع انتاج طاقه ضعيفه كتمثل في جوج اي تي بي. مزيان، اذا هذا كان تعريف ديال التخمر الكحولي. يقبل اي تعريف الشباب كيشمل طبعا الحال الوسط اللي كتوقع فيه الظاهره، وطبعا الحال السلوك اللي كيتعرض ليه طبعا الحال الجليكوز من خلال طبيعه الهدم، وكذلك الطاقه طبعا الحال. اوكي مزيان، اذا ندوزو للتعريف الثاني، التفسفر المؤكسد. التفسفر المؤكسد بطبيعه الحال هو اليه كتوقع على مستوى السلسله التنفسيه، واضح، بحيث يتم بطبيعه الحال انتاج اي تي بي انطلاقا من عمليه الفسفره ديال الاي تي بي بلس بي على مستوى الكريات او الكرات ذات الشمراخ، واضح، وذلك باستعمال بطبيعه الحال الطاقه المحرره انطلاقا من نواقل الهيدروجين والاكسده ديالهم اللي وقعت على مستوى النواقل السلسله التنفسيه. متفقين شباب؟ مزيان، اذا هذا كان هذا تعريف ديال التعريف الثاني، التفسفر المؤكسد. مزيان، ندوزو الشباب مباشره للمحور الثاني. المحور الثاني كي سو ام. مزيان، اذا انتبهوا معايا مزيان. اولا، يصاحب تحول جزيئة من الجليكوز الى جزيئتي حمض بيروفيك في الجبل الشفافه بي. شنو عطاونا؟ لاحظ معايا مزيان، تحول جزيئة حمض بيروفيك، جزيئة الجليكوز الى حمض بيروفيك، يعني انحلال، يعني كاين انحلال، واضح الشباب؟ مزيان، اول حاجه الانحلال اشنو كيوقع فيه بالنسبه للنواقل؟ واش اكسده ولا اختزال؟ اختزال. مزيان، ماكاينش اكسده. اوكي، اذا الى مشينا مباشره نحذفوا دابا باء وجيم، ماكاينش اكسده نهائيا. مزيان، بقات الف ودال. الف نلقاو مباشره اختزال، اختزال جوج ان ار دي اش اش بلس، ولكن هذه اصلا حاله مختزل، واضح، اصلا هي حاله مختزل، ما يمكنش تعاود تختزل. اوكي، اذا مباشره نشطبوا عليها ونحتفظوا بالدال. اذا اولا مع دال. مزيان، ثانيا ينتج عن عمل السلسله التنفسيه في الميتوكوندري الف باء جيم دال. ينتج عن انها ماذا؟ مباشره الشباب ينتج عن ارتفاع تركيز البروتونات في الحيز البارئ الشائي. علاش ما قلناش ارتفاع تركيز البروتونات في الماتريس؟ ما يمكنش، واضح، حيت من طبيعه الحال السلسلة التنفسية عندها علاقة بالغشاء الداخلي والحيز البارئ الشائي. مزيان، ب انخفاض تركيز البروتونات في الماتريس، هذه بطبيعة الحال يمكن، ولكن من خلال العبارة عطونا في الثانيين ينتج عن عمل، يعني من أنواع عمل السلسلة التنفسية كاين ارتفاع وليس انخفاض، واضح، دال عطونا انخفاض تركيز البروتونات في الحيز البارئ الشائي، هذه متناقضة بطبيعة الحال العبارة بعيدة كل البعد، إذا غنحتفظوا بطبيعة الحال باقتراح جيم، إذا ثانيين مع جيم. مزيان، ثالثا يتم التقلص العضلي عبر المراحل الاتيه. دوك المراحل واضحه امامكم، عندنا اولا تثبيت الاي تي بي على اصول ميوزين، طبعا حنا كنقراو بطريقه عشوائيه، ثانيا حمل الاي تي بي، ثالثا دوران اصول ميوزين، رابعا تحرير السي ادو بلس، خامسا تكون مركب اكتو ميوزين، سادسا انزلاق خويطات الاكتين نحو مركز ساركومير. اذا كيفاش استاذ غنحاول نجاوب على مثل طبيعه الحال هذه الاسئله في كيسيو ان بالضبط؟ كيعطوني المراحل وكيعطوني اختيارات باش نرتبهم. غنبدا مباشره بواحد الطريقه سهله، واضح، عطاني الف الف باء جيم دال. غنبدا باول مرحله، الى شفتها بطبيعه الحال مناسبه غادي نكمل، ما شفتهاش مناسبه واضح غنتخلى عليها. مثلا الف، الف عندنا ثالثا، ثالثا باش نبدا شنو هي ثالثا؟ هي دوران رؤوس الميوزين. واش كنبداو التقلص بدوران هو الاول؟ لا، اذا عباره خاطئه، واضح مباشره. نكملوا باء، باء قالوا سادسا، سادسا انزلاق خويطات الاكتين، واش غنبداو التقلص بانزلاق مباشره؟ لا، اذا باء واضح خطا باينه. اذا جيم، جيم غنبداو برابعا، شنو رابعا؟ رابعا تحرير سي ادو بلس. هادي طب الحال من المؤشرات كدل على بدايه التقلص. مزيان، المرحله الاولى تحرير سي ادو بلس، من وراء خامسه تكون مركب اكتوبر ميوزين فعلا،
ثانيا حل المآت الأطبي فعلا من وراء الارتباط كتوقع يعني من وراء تشكل الأكتوميوزين. ثالثا بكل بساطة دوران أكتوميوزين فعلا اللي كتوقع. سادسا انزلاء خياطات من وراء الدوران فعلا. اولا اخر عبارة تثبيت الأطباء على أكتوميوزين اللي كتساهم في الانفصال لاحقا ثم الارتخاء. مزيان اذا نجي طب بحال مراحل مقبولين. دال باش نتأكد ونحيد الشك ديالي. دال كتبدا بواحد يعني تثبيت الأطباء على أكتوميوزين. ميمكنش نبداو بالتقلص بتثبيت أطبي واضح كنبداو بسي أتوبليس هو الأول. إذا مباشرة الشباب غنعتابو واضح. ثالثا مع اقتراح جيم أوكي. إذا نوس ميم. رابعا الآن يتم استغلال ممال البروتونات الناتج عن عمل السلسلة التنفسية خلال تفصفر الأ دي بي من طرف أوكي. واش من طرف قنوات البروتونات للغشاء الداخلي إلا واضح. تفصفر الأ دي بي ساهل ومعروف ومشهور كيوقع من طرف انزيم الاي تي بي سينتاز للغشاء الداخلي الميتوكوندري. اذا مباشره الاقتراح باء بلا ما نطول واضح. ماشي جيم وماشي دال اوكي. اذا الان جاوب بطريقه سهله وسلسه وزوينه ومرنه واضح على كل الاسئله عفوا ياك. وحيت مجال الشك نهائيا حيت مشكل الشك هو اللي كاثر بزاف على التلاميذ واضح في المكون الاول. اذا نتمم المحور الثالث. انا الشباب مع المحور الثالث انقل على وقت تحليل المقابل لكل اقتراح من الاقتراحات الاتية ثم اكتب امامه صحيح او خطأ. اولا يتم جذب الاتيبي على مستوى الخلية العضلية انطلاقا من الفوسفوكرياتين بتدخل انزيم اتيبي سانتاز. لا 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 ميمكنش واضح. اتيبي سانتاز كتدخل طبعا الحال في السلسلة التنفسية على مستوى ظاهرة التنفس طبعا الحال. اذا عبارة خاطئة. ثانيا تتم اكسدة جزيئات NADH بلس في الماتريس بتدخل انزيمات مزيلة للهيدروجين. ميمكنش واضح. دونك هذا تناقض. إذا عبارة أخرى هي خاطئة. ثالثا تنتج تفاعلات التخمر الكحولي في الجبل الشفافة حتالة عضوية مع تحرير CO2 صحيح. التخمر الكحولي دائما كاين CO2 حتالة عضوية كتمثل في إيثانول اللي هو الكحول. رابعا يعني تحول حمض البيروفيك في الميتوكوندري إلى أسيتيل كوانزيم A صحيح بكل بساطة. مزيان إذا سالينا المحور الثالث كل شيء خاف نفس الشباب متفقين. رابعا سل كل مخطط عضلي في مجموعة واحد بالحالة المناسبة لإهاجتين المطبقتين على العضلة في مجموعة جوج بنقلك الأزواج الجالية. للتذكير شباب كما سبقت طبعا الحال وذكرتكم سابقا وغيرتكم وشرحت لكم بأن خصني نحتار من ضروري الطريقة ديال الجواب واضح لك يعطوني. نرجع نوضح أكثر ونذكر بالناس اللي ما شافوش الفيديوهات القدام. إذا كيف كتشوفوا طريقة الجواب عطاوها لنا الشباب واضح. عطاونا بناء أزواج متفقين ازواج ونحاول نقول كيف ما الصياغه اللي طلبوا مني. منحاول ما من نهائيا ما نحاولش نجيب شي واحد صياغه من عندي انا متفقين الشباب. يلا اذا مجموعه واحد كتمثل تسجيل العضلي ومجموعه جوج كتمثل تطبيق اهجتين فعاليتين على العضله. اولا التحام تام لرعشتين العضليتين. التحام تام لرعشتين العضليتين مباشره الشباب انا حسابها مع جيم. علاش تتم الإهجة الثاني خلال فترة تقلص الرعشة العضلية الأولى حيث التحام تام صاحبي. مزيان واضحة. ثانيا التحام غير تام لرعشتين العضليتين غنعتبرها مع دال مباشرة حيث تتم الإهجة الثانية خلال فترة ارتخاء الرعشة العضلية الأولى. هادو مفاهيم بساط شنوهم سابقا في المراجعة وشنوهم في الدرس سابقا. ثالثا رعشتين عضليتين معزولتان مع أليف بسيطة تتم الإهجة الثانية بعد انتهاء الرعشة العضلية الأولى. مزيان اخيرا رابعا بكل بساطه مع باء رعشه عضليه معزوله تتم الاهجه الثانيه خلال فتره كمون الرعشه العضليه الاولى. متفقين شباب مزيان. اذا الان نكون كملنا المحور رابع وبالتالي كملنا المكون الاول استرداد المعارف. اذا استنوني بعد قليل باش نبداو ان شاء الله بالمكون الثاني. اذا شباب نبداو على بركه الله تصحيح المكون الثاني الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني مباشره في التمرين الاول. إذا التمرين الأول طبعا الحال تحط هذه السنة هذه بالضبط واضح في العلم الوراثة. إذا يصيب مرض السكري من نوع مودي 2 بعض أشخاص قبل بلوغ سن 20 حيث يعاني مصابون به من ارتفاع دائم نسبة الجلوكوز في الدم. لإبراز الأصل الوراثي لهذا المرض نقترح المعطيات الآتية. يخزن الجلوكوز في الكبد على شكل جليكوجين عبر تفاعل جليكوجينوجينيز معروف ومشهور وذلك بتدخل عدة أنزيمات من بينها الجليكوكيناز. تبين الوثيقة واحد مستوى تدخل هذا الأنزيم في تفاعلات جليكوجينوجينيز. جميل. إذا الجليكوز عندنا هنا بطبيعة الحال
كتدخل فيه مباشره الجليكوكيناز باش يولي جليكوز ستة فوسفات. كتدخل انزيم اول كيحولوا الى جليكوز اول واحد فوسفات، ثم انزيم ثاني يحول ثاني يحوله الى جليكوز يو دي بي، ثم انزيم ثالث اخيرا الجليكوجين. اوكي جميل. اذا هي سلسله من التفاعلات الشباب واضح كتنتهي بطبيعه الحال بتشكل الجليكوجين. اوكي اذا نمشيو مباشره لكم للمعطيات ديالنا. مكن قياس نشاط انزيم الجليكوكيناز في الكبد عند شخص سليم واخر مصاب بمرض المودي 2 من الحصول على نتائج مبينه في الوثيقه 2. مزيان. اذا اولا انطلاقا من الوثيقتين 1 و 2 اوكي 2 كما كتشوفوا امامكم هي مبيان كيمثل بطبيعه الحال تغيرات نشاط الجليكوكيناز في الاراتيب بدلالات محور الاراتيب بدلالات تركيز الجليكوز واضح في الافاصيل عند الشخصين السليم والمصاب بطبيعة الحال. مزيان نعرف نقرا الوثيقة ديالي. السؤال الأول قلنا انطلاقا من وثيقتين 1 و 2 ألف سف سف ماذا؟ تغير نشاط أنزيم كليكوكيناز عند الشخص السليم والشخص المصاب بمرض مودي 2. إذا سف تغير نشاط، إذا النشاط يقدر يرتفع يقدر ينخفض واضح على حسب. نمشيو للوثيقة بطبيعة الحال كنشوفو بكل بساطة. عند الشخص السليم كنلاحظو شباب ارتفاع اوكي نشاط انزيم الجليكوكيناز مع ارتفاع تركيز الجليكوز في الدم بكل بساطه واضح كما كتشوفوا امامكم عند الشخص السليم. مزيان. اذا الشخص المصاب، الشخص المصاب بالمرض كيبقى النشاط ديال الانزيم طبعا حال الجليكوز كيستقر في واحد القيمه ضعيفه او شبه استقرار واضح رغم ارتفاع الجليكوز. انت واخا كيتزاد الجليكوز هو ديما طبعا حال النشاط ديال الجليكوكيناز منخفض عند الشخص طبعا حال المصاب. اذا بكل بساطه راني وصفت واضح وجاوبت على السؤال ديالي خليت نص النقطه ديالي متفقين شباب. مزيان. نعتبر ايضا طبعا حال الجواب معتمد سابقا من طرف المركز الوطني لتقويم الامتحانات كما كتشوفوا امامكم. مزيان. اذا شباب الان ندوزوا للباء. اولا الباء فسر الارتفاع المستمر لنسبه السكر في دم المصاب بمرض المودي 2 فسر علاش واضح علاش يا سيدي كاين ارتفاع مستمر لنسبه السكر في الدم عندك المصاب علاش دوك المشكل راجع علاش نشاط الجليكوكيناز ضعيف واضح نشاط الجليكوكيناز ضعيف. لاحظ هاد القيمه اللي درت الاسقاط طبيعه الحال هنا بالضبط على واحد القيمه تبان لك القيمه ضعيفه بزاف في نشاط الجليكوكيناز متفقين شباب ولا لا؟ اذا هما الناس عارف ان هذا هو السبب. اوكي الناس المرض من طبيعه الحال بعض المرض كيعانيو من ضعف الجليكوكيناز نشاط الجليكوكيناز وبالتالي من طبيعه الحال غيساهم من طبيعه الحال في ضعف واضح تركيب الجليكوجين انطلاقا من ضعف نشاط داك الانزيم متفقين الشباب ولا لا؟ وبالتالي كيبقى الجليكوز مرتفع بزاف واضح في الدم مرتفع بزاف متفقين الشباب. علاش؟ حيت الجليكوكيناز ماقدرش يحولو الى جليكوجين ويتخزن وينقص من طبيعة الحال في الدم. هذا هو المشكل. اذا نعتبروا ايضا شباب الجواب معتمد سابقا من طرف المركز الوطني كيف ما كتشوفوا امامكم. مزيان. اذا نتمم التمرين ديالنا الان لتحديد الاصل الوراثي لهذا المرض نقترح الوثيقتين 3 و 4. تقدم الوثيقه 3 جزءا من الخيوط القابل للنسخ للمورث المسؤول عن تركيب انزيم الجليكوكيناز عند شخص سليم واخر مصاب بمرض سكري مودي 2 وتعطي الوثيقه 4 مستخرجه من جدول الرمز الوراثي. مزيان. اذا هنا الشباب لا شك اننا غنتعرضوا للسؤال الثاني سؤال غني التعريف اعتمادا على الوثيقتين 3 و 4. اعطي متتالية الاحماض الامينين المقابل لجزء المورث المسؤول عن تركيب انزيم الجليكوكيناز عندكم من الشخص السليم والشخص المصاب بالمودي 2. اوكي اذا السؤال المشهور ديال تعبير الخبر الوراثي انطلاقا من طبيعه الحال اللي عطاونا من متتالية النكلوتيدية عن الشخص السليم والشخص المصاب انطلاقا من الخيط المنسوخ غنجبد الار غير ميساجي من طبيعه الحال لكل واحد منهما ثم سلسله الاحماض الامينيه لكل واحد منهما. شباب متفقين شباب؟ الجواب كيف ما كتشوفوا امامكم على الصوره واضح متفقين. مزيان مرتب ومنظم. مزيان. اذا مباشره ننتقلوا شباب السؤال الثالث انطلاقا مما سبق فسر الاصل الوراثي لمرض السكري مودي 2. الاصل الوراثي كيعنيو به بطبيعه الحال المشكل اللي وقع على مستوى الاضيان على مستوى المورثه واضح وغالبا المشكل اللي كيوقع هو الطفره متفقين. مزيان. اذا الا قارنا الشباب مباشره على مستوى الخيوطين واضح معا غنلقاو طبعا عندنا واحد الطفره متفقين شباب ولا لا؟ هاد الطفره طبعا هي طفره استبدال. طفره استبدال ماذا؟ طفره استبدال نحاول
نزوم كتاب باش نوريكم. دونك طفره استبدال ماذا؟ طفره استبدال السيتوزين بالادينين، وضع على مستوى الثلاثي هذه 279 متفقين. من هذا الخيط منسوخ، واضح؟ هذا هو المشكل، متفقين الشباب ولا لا؟ اذا هذه بطبيعه الحال غتتحول لاش من بعد فلاغي ميساج، اوكي؟ ملي غتولي ا تي سي غتتحول الى يو ا جي على مستوى ا غي ميساج. يو ا جي شنو كتعني؟ كتعني واحد رمزيه بدون معنى، يعني ستوب تراديكسيون، كتوقف عندها الترجمه، وبالتالي غتعطينا شباب بطبيعه الحال سلسله الاحماض غير امينيه غير مكتمله، بالتالي بروتين غير مكتمل، واضح شباب؟ مشكل بروتين غير مكتمل، اذا مباشره انزيم غير وظيفي، وهادشي اللي غيؤدي الى انخفاض تركيب الجليكوجين. علاش؟ غينقص النشاط ديال ديك الانزيم جليكوكيناز، واضح؟ ما يبقاش يحول لي الجليكوز الى جليكوجين، هادشي اللي غيخلي بطبيعه الحال السكر في الدم مرتفع بزاف. صافي شباب مزيان، نعتبر ايضا الجواب من المعتمد سابقا من طرف المركز الوطني كيف ما كتشوفوا امامكم على الصوره. مزيان، اذا شباب الى هذا الحين غنكونوا سالينا التمرين الاول الخاص طبعا الحال بعلم الولاده. نكملوا الان شباب التمرين الثاني. يلا التمرين الثاني جا هذه السنه هذه بالضبط، اوكي، في القوانين الاحصائيه جوج نقاط ونصف. اذا مباشره لفهم كيفيه التقاء صفتين وراثيتين عند الاغلب انجزت التزوجات الاتيه. التزوج الاول بين سلالتين نقيتين من الارانب، احداهما ذات فرو وبزغب طويل انغورا ولون موحد، والثانيه ذات زغب ذات عفوا فرو وبزغب قصير ولون مختلط بالابيض باناشي دو بلون. اعطى هذا التزوج نائف عن جميع افراده بفرو زغبه قصير ولونه مختلط، غد لباس صفه جديده، المختلط بالابيض. صافي شباب مزيان. التزوج الثاني بين اناث من الجيل اف ان وذكور بفرو زغب او زغبه طويل ولون موحد. نتائج خلينا نقارن من بعد. التزوج الاول شباب كيجاوب على السؤال الاول مباشره، السؤال واش قالك باعتماد قال نتائج التزوج الاول والثاني، حدد كيفيه انتقاء الصفتين الوراثيتين المدروستين. هذا السؤال مشهور بزاف، السؤال الجواب ديالو هو الجواب اللي كنا كنجاوبوا به على السؤال ديال استنتج، ماذا تستنتج او حلل، واضح؟ اللي معروف ومشهور في الدرس ديال القوانين الاحصائيه. مزيان، اذا التزوج الاول جيل اف ا كيفاش داير؟ جيل اف ا متجانس، اذا مباشره تحقق القانون الاول لماندل، وبالتالي راه مورث المدروسه غير مرتبطه بالجنس. مزيان، بالنسبه دابا للمظهر الخارجي، عندي مورثتين، بالنسبه لطول الزغب، الحل المسؤول عن الفرو بزغب قصير راه سائد راه مجهول بال ماجيسكول، والحل المسؤول عن الفرو بزغب طويل متنحي راه مجهول بال مينيسكول. مزيان، بالنسبه للصفه الثانيه، صفه لون الفرو، الحل المسؤول عن فرو بلون مختلط بالابيض سائد، اوكي، بي بطبيعه الحال ماجيسكول، والحل المسؤول عن فرو بلون موحد متنحي يعني بي مينيسكول. متفقين شباب؟ مزيان، اذا غدوا البال معاه، اوكي. اذا نمشيو مباشره الشباب الان تزوج ثاني. تزوج ثاني بين اناث من الجيل اف ا وذكور بفرو بزغبه طويل ولون موحد. اذا التزوج راجع بكل بساطه، واضح؟ اعطى هذا التزوج جينا الثانيين اف 2 يتكون من 338 341 12 و9. اذا مظهرين ابويين بكل بساطه بنسب مرتفعه، ومظهرين جديدي التركيب بنسب بطبيعه الحال منخفضه، واضح؟ الى جمعنا وقسمنا وضربنا في 100 بالنسبه لكل عنصر بطبيعه الحال من المظهرين الابويين والمظهرين جديدي التركيب، القوا 97% بالنسبه للابويه و 3% بالنسبه لجيل التركيب. مزيان، اذا المورثتين المدروستين مرتبطتين، متفقين شباب؟ بطبيعه الحال غيكون ارتباط غير تام، واضح؟ مزيان، اذا كجواب الشباب على السؤال الثاني في تفسير السبغي بطبيعه الحال، دابا جاوبنا على السؤال الاول كيف ما كتشوفوا امامكم، واضح؟ اذا كجواب على السؤال الثاني في تفسير السبغي نتائج التزوج الثاني، اوكي، وشبكه التزوج واضحه امامكم الشباب. كيف ما كتشوفوا جواب واضح، نسب موزعه بالنسبه لكل عنصر مطبط حل الامشاج، وكذلك كذلك مثال شبكه التزاوج. اذا اخيرا نقولوا اننا نتائج نظريه تطابق النتائج التجريبيه. مزيان، اذا شباب ثالثا قلك حدد الظاهره التي ادت الى الحصول على الارانب ذات فرو بزغب طويل ولون مختلط بالابيض والارانب ذات فرو بزغب قصير ولون موحد في الجيل الثاني، وفسر ذلك برسم تخطيطي. مزيان، اذا شباب هنا طبيعه الحال
هاد المظاهرين اللي تكلموا عليهم هما مظاهر جديدة التركيب، مظاهر جديدة التركيب. مزيان، المظاهر جديدة التركيب طبيعة الحال انطلاقا من الحالة اللي عندنا مغيش المرتبطة ارتباط غير تام، لا شك انهم غينجوا عن ظاهرة العبور، واضح المعروف والمشهورة اللي نجوا بدورها عن ظاهرة تقليد الضم صبغي. تفكرين شباب، اذا هي ادت الى طبيعة الحال ظهور المظاهر جديدة التركيب للكون نفسه يعني. مزيان، ورسم تخطيط الشباب غادي يكون واضح، تعرفكم شباب ولا لا؟ اذا غنحطو مباشره اوكي الاب اللي كيحتوي بطبيعه الحال او اللي كيحمل بطبيعه الحال حاليا مختلفين بالنسبه لكل مغيته، واضح في صبغيين واضح متماثلين مشكلين رباعي، ورسم حاله ثانيه كتقاطع، والحاله الثالثه كعبور، ومن بعد نوضح امشاج اللي في المدارج ديال التركيب. تعرفكم شباب، رسم مشهور وغني على التعريف كيف ما كتشوفوا امامكم كمثال. اوكي مزيان، إذا أنا شباب نكونوا سالينا التمرين الثاني. إذا شباب غادي نكملوا إن شاء الله تصحيح ديال الوطني ديالنا. إذا التمرين الثاني واضح اللي عنده علاقة بالوحدة الثالثة في البرنامج الدراسي، استعمال المواد العضوية والغير العضوية يعني التلوث. إذا التمرين بطبيعة الحال هذا التمرين هذا غنستأنفوه بطبيعة الحال تصحيح ديال التمرين الرابع الخاص بالجيولوجيا، لأن التمرين ديال التلوث من طبيعة الحال جهاز السنة كيشمل واضح الفصل الاخير الرابع اللي كيتعلق بمواقبه صحه وجوده الاوساط الطبيعيه. اوكي، وهذا طبعه الفصل كما كتعرفوا جميع وفق الاطار المرجعي المعدل طبعه الحال حديثا لسنه 2020 راه تم الاستغناء عنه طبعه الحال، وبالتالي ما غاديش نخدموه طبعه الحال هذه الحصه. اوكي، غنمشيو مباشره الشباب التمرين الرابع الجيولوجيا. اذا ندعو على بركه الله، تمتد سلسله جبال الألب الاوروبيه على طول 1200 كيلومتر من البحر الابيض المتوسط جنوبا الى نهر الدانوب شرقا، وتضم جبال الألب الغربيه الممتده على طول 150 كيلومتر اغلب الوحدات المميزه لسلسله جبال الألب. يفسر حاليا تشكل هذه السلسله بانغلاق محيط قديم اثر تقارب وتجاوب الصفيحات الافريقيه والاوروبيه، ولتعرف ظروف ومراحل تشكل نقترح المعطيات الاتي. هنا الشباب هنا نستخرج الهدف في الجيولوجيا غد البال، واضح قال لك لتعرف ظروف يعني الاحداث تفقي مؤدية تشكل السلسلة الجبلية، واضح منها ماذا؟ منها الضغط والحرارة، واضح على مستوى المعادن والصخور أيضا، والمراحل، المراحل هي اللي تكلمت عليها قبل قليل، تفقي مختلف أحداث المؤدية تشكل السلسلة الجبلية. مزيان، إذا نبدأ على بركة الله، تمثل وثيقة واحد خريطة جيولوجية للمناطق الداخلية لجبال الألب الغربية، وتقدم وثيقة اثنان مقطعا جيولوجيا في المنطقة المدروسة حسب المقطع أبي. مزيان، إذا الوثيقتين أمامكم شباب كما كنقول سابقا بطبيعة الحال في الفيديوهات السابقة، دائما في الجيولوجيا السلاح ديالك هو الملاحظة، الدقة في الملاحظة، ما نتسرعش بتأني بطبيعة الحال، واضح؟ طريقة سلسة ومرينة، نحاول ما أمكن نستخرج الأجوبة ديالي. السؤال ماذا يقول؟ استخرج من الوثيقة واحد واثنان التشوهات التكتونية مزيان التي عرفتها المناطق الداخلية لجبال الألب الغربية والمؤشرات الدالة على أن السلسلة المدروسة تشكلت نتيجة لانغلاق محيط قديم. مزيان، نحاول ندير عارضتين، ما نزربش بشوية عليا، نحاول ندير عارضتين، عارضة أولى بطبيعة الحال عندها علاقة بالتشوهات التكتونية، وعارضة ثانية عندها علاقة بطبيعة الحال بكل بساطة بالمؤشرات الدالة على أن السلسلة تشكلت نتيجة لانغلاق محيط قديم. إذا كما كتشوفوا أمامكم الشباب، واضح بكل بساطة على مستوى الوثيقة اثنان هنا بطبيعة الحال عندي فوالق معكوسة، عندي طيات، عندي تراكبات، واضح. إذا بساط واضحين نحطهم ثلاثة، واضح فوالق معكوسة طيات وتراكبات. مزيان، بالنسبة للنقطة ندير نقطة ورجع سطر عارضة ثانية ونكتب المؤشرات الدالة على انغلاق محيط قديم. اول حاجه الشباب كيف ما كتشوفوا مزيان تما في نفس طبيعه هذا الشكل هنا في الوثيقه الثانيه عندنا خياطة اوفيوليتيه فالاوفيوليت اوفيوليت من طبيعه الحال هو مركب صخري كيحتوي على عده من طبيعه الحال صخور ورواسب محيطيه كنتمي للمحيط داله فعلا انغلاق محيط قديم. مزيان، واضح اوكي. زيد هي كيما كتشوفوا ايضا عندي ظهور في السطح او السسطاح جزء من الاوفيوليت، صافكين شباب ولا لا؟ ورواسب محيطية. مزيان، واضح بهذيك المنطقة نيل جبل فيزو مونطاني دو فيزو فعلا اوكي، بالاضافة الى رواسب محيطية اذا كل علامات او مؤشرات دالة فعلا على انغلاق محيط قديم. مزيان، والجواب كيف ما كتشوفوا امامكم في الصورة منظم واضح ومرتب، صافكين شباب. مزيان، اذا
نتمم التمرين ديالنا. يلا الان من بين استسطاح الصخر الملاحظ بمناطق تشيناي وكويرياس ومونتاي دو فيزو نجد صخورا متحولة تمثل وثيقة 3 صفائح دقيقة لثلاث عينات من الميتاغابرو مأخوذة من المنطقة المدروسة إضافة لصفيحة دقيقة لصخر الغابرو وتمثل وثيقة 4 مجالات استقرار بعض المعادن المؤشرة حسب عامل الضغط ودرجة الحرارة. مزيان إذا كما كتشوفوا الشباب عندنا وضع الصفائح واضح أمامنا متفقين عندنا صخر الغابرو صفيحة هذه هي الأصل متفقين انطلاقا من المفتاح كنعرفوا المعادن ديالنا هنا مثلا عندنا الباجيكلاز عندنا البيروكسين اوكي الى اخره طبعا حامل المعادن الموجودين في كل صفيحه. مزيان اذا هنا عندنا ام جي ا اوكي ميتاغابرو منطقه شناي ام جي 2 ميتاغابرو منطقه كوياس و ام جي 3 ميتاغابرو منطقه مونتاني دو فيزو. مزيان اذا نمشيو مباشره تتم هنا الوثيقه 4 الميبيان المشهور الغني على التعريف ميبيان الضغط ودرجه الحراره وهذا اللي كيمثل بطبيعه الحال كيختلف التمثيل ديالو بطبيعه الحال من حاله الى حاله يقدر يبين لي مجال استقرار بطبيعه الحال ديال المعادن يقدر يبين لي بطبيعه الحال مجال تغير ظروف الضغط ودرجه الحراره على مستوى السحن الى اخره. اذا مشو السؤال باش نوجهو بطبيعه الحال الجواب ديالنا ثانيا علما ان الهورين بلاند معدن هذا اسمعني علما ان الهورين بلاند يتحول الى اكتينات وكلوريت مزيان وباستغلالك للوثيقتين 3 و 4 ثلاثة اللي شفنا قبل قليل في الصفائح الدقيقة وأربعة أمامك تشوف فيها بين أن الصخور إم جي 1 إم جي 2 إم جي 3 هي مؤشرات عن طمر سابق لتجاوب الصفيحة الإفريقية والأوروبية. مزيان ساليتي إلا هذا الجزء الأول من السؤال الجزء الثاني مبرز النمط التحول الذي أدى إلى تشكل هذه الصخور. مزيان يعني إما تحول دينامي ولا تحول حراري ولا تحول دينامي حراري مزيان واحد في الثلاثة لا شك. أنا ما نزغب شوية عليا مشي رجع للوثيقة عقل عليها ديش قال لك سيدي علما ان الهورين بلاند يتحول الى اكتينوت وكلوريت ها هاد المعلومة هادي تبع معايا مزيان واضح فين هو الهورين بلاند في الصفائح بربعة هو اش واضح كيتحول الى كلوريت واكتينوت اذا كنتكلم على ام جي ا متفقين شباب مزيان واضح اذا ام جي ا فيها كلوريت واكتينوت فيها كلوريت اكتينوت عفوا فيها كلوريت واكسينوت متفقين شباب مزيان و ام جي دو شنو فيها فيها بيروكسين جلوكوفان واضح و البلاجيوكلاز مزيان و ام جي 3 شنو فيها فيها الجاديت و فيها البيجادي متفقين شباب مزيان اجي معاه بالنسبه لام جي ام دوبيا الاولى فيها كلوريت واكسينوت نمشيو للميبيان الثاني واضح في كاين كلوريت واكسينوت ها هما في كاينين في السحنة ديال الشيس الأخضر مجال زعما استقرار ديال المعادن ديال الشيس الأزرق الأخضر عفوا مزيان إذا الحرارة هنا والضغط كيفاش دايرين إلا درنا إسقاط ديال هذا المجال راه الحرارة غنلقاو منخفضة والضغط طبعا حتى هو غنلقاو منخفض مزيان إذا الضغط والحرارة منخفضين ها الأولى أوكي تزيد غالي إم جي دو نرجعو لإم جي دو إم جي دو أشنو فيها فيها بلاج دو كلاز بيروكسين جلوكوفان مزيان فيها الجلوكوفان موجود فهذا الكلوريت وكي ما يهمش لاحظ الجلوكوفان والبلاجيوكلاز فين مجتمعين مجتمعين سيدي سحنا الشيست الازرق سحنا ماذا الشيت الازرق متفقين شباب سحنا الشيت الازرق كما كتشوفوا امامكم تما درجه الحراره دائما كتكون منخفضه والضغط ارتفع شويه لاحظتوا الضغط ارتفع شويه بمقارنه مع السحنا ديال ام جي ا الاولى اوكي اذا هنا الضغط متوسط اعتبره متوسط الحراره منخفضه مشوا الام جي 3 ام جي 3 شنو عندنا عندنا الجاديت عندنا البيجادي مزيان بيجادي كثير نمشيو للجاديت والبيجادي نقلبوا عليهم في الميبيان كنلقاو بان الجاديت والبيجادي رشتو مزيان بطبيعه الحال اوكي اش من سحنه السحنه ديال الاكلوجيتات جاديت والبيجادي هنا الحراره بطبيعه الحال كما كتشوف معايا بطبيعه الحال بقى منخفضه تقريبا الحراره منخفضه او متوسطه ماشي مشكل والضغط ارتفع بزاف اوكي الضغط ارتفع بزاف اذا الانتقال من هاد المتتاليه بطبيعه الحال التحوليه ديال ام جي 1 ام جي 1 ثم ام جي 2 ثم ام جي 3 كنستنتج بان هناك ارتفاع ملحوظ في الضغط واضح وبالتالي هناك تحول دينامي ماذا تحول دينامي بكل بساطه شباب متفقين ان هذا مؤشر بطبيعه الحال واضح بسيط واضح
على حدوث ظاهرة التمر، صافي كان شباب ولا لا في المنطقة؟ مزيان مزيان. إذا شوفوا معايا الجو أمامكم منظم ومرتب كيف ما كتشوفوا أمامكم في الصورة، مزيان. إذا ثالثا الشباب، ثالثا قلك اعتمادا على إجاباتك السابقة ومكتسباتك أنجز، يعني داكشي اللي جاوبتي من قبل والدرس مكتسباتك، يعني الدرس داكشي اللي فاهم وعارف الدرس. أنجز 3 رسوم تفسيرية تبين مراحل تشكل جبل الألب. يعني إذا نطلب منك رسم، نطلب منك رسم مباشرة، حيت العملية تعتمد على الإيجاز. 3 رسوم تفسيرية مزيان كيدلو على تشكل جبل الألب. إذا جبل الألب الشباب هي طبعا حساسية الجبال، اصطدام واضح مسبوق من طبيعة الحال واحد طبعا كان وقع قديم، مزيان. إذا كما كنشوفو من طبيعة الحال أمامكم غادي نديرو الشباب شنو؟ عندو 3 مراحل فقط، نقتصر على 3 فقط. الأولى نبين فيها طمر غلاف صخري محيطي قديم تاع السفيحة الإفريقية، واضح. الثانية المرحلة الثانية نبين فيها انغلاق المحيط القديم واصطدام السفيحتين الإفريقية والأوروبية. والرسم الثالث نبين فيه زيادة السمك غلاف صخري وحدوث تشوهات تكتونية أدت إلى تشكل جبال الألب. نحاول نضخم طبيعة الحال القارة بزاف ونبين تشكل واضح وظهور طبيعة الحال القمم الجبلية والاستسطاحات طبيعة الحال الصخور المحيطية، متفقين شباب؟ مزيان. إذا الصور كيف ما كتشوفوا أمامكم على الشاشة، متفقين؟ أوكي. إذا الآن شباب وصلنا لنهاية تصحيح الامتحان الوطني، واضح، لسنة 2018 في الدورة العادية، أوكي. إذا شباب على أمل لقاء بكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة وفي القريب العاجل لتصحيح طبعا امتحانات وطنية أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.